اهلا وسهلا ومرحبا بكم جديد. نصبحوا العبيد يتعقد بينا في الاستماع، ما زلنا مصير معكم حتى النص نهار، وفرحان برشا باستقبال ضيوفي اللي جاوا بحذانا. خلنا نبدا مع صبري مكاوي. مرحبا صبري. دونك صبري مستشار في الاتحاد الاوروبي في مشاريع الفضاء، وضيفتنا سلمى البركاوي تخدم مع وكاله الفضاء الفرنسيه بالتعاون مع وكاله الفضاء الامريكيه في مشروع انسايت نحكيوا عليه شويه اخر. مرحبا بك في تونس سلمى. مرحبا بكم الكل، يعيشك. هات تعرفوا عليك سلمى. انا سلمى بركاوي، كي نخدم مع وكاله الفضاء كما توا عمل ديفينيسيون مهيله ياسر، وكاله الفضاء الفرنسيه على ميسيون انسايت. نخدم شنو باش نعمل بالضبط؟ هو باش نحاول نفهم تركيبة كوكب مارس من خلال الذبذبات الزلازل اللي باش يحاول الروبو اللي بعثناه سوغ مارس باش يفهمهم ونباليز اناليزي. انا شنو اصلي هو مهندسة متخرجة من ليني في تونس، ومن لينستا باريتك يونيفرسيتي في فرنسا. طالبة تونسية كما ناس كل، حلمي كنت نقرأ في نعمل الفضاء ونخدم في هندسة الفضاء، والحمد لله يا ربي وصلنا وإن شاء الله نعمل حاجات. معناتها كي نحكيو على حلم أنك تخدم في الإسباس، معناتها في الدومين هذا متاع الفضاء، معناتها حلم وكان مصعيب باش تتحقق. ساعات معناتها الإنسان قبل كي يقولك مثلا باش تمشي نخدم في الفضاء يضحك عليه، يقولك معناتها تخدم في الفضاء معناتها امبوسيبل. معناتها ديجا قالوا لي قبل، حتى كي وصلت حتى وكي أنا في فرنسا قالوا لي تونسية باش يا بنتي مثبتة باش تمشي متعمل، يا تشوف شكون باش يقبلوه. هي وكالة الفضاء الفرنسية هما الفرنسيين يقولوا لي شوف شكون يقبلوها. معناتها اي بورتون بالحق نصيحة للناس الكل، ما تخلي حتى واحد يأثر عليك. عندك حلم، عندك بيت توصل له، وصل له كل شيء ممكن. المرحلة اللي انت سبقتني عليها طبعا نحكيه عليها، مرحلة من تونس لفرنسا وكملت القراية. قريت في تونس كما اي تونسي، وني الناس كل تسمع فيها تلام ذا لهنا، انا تونسية كيفكم. قريت لهنا في سفاقس، عملت قرايتي ليسي في ليسي دغارسون، بعديك عملت بريباراتوار. انا كنت مغرومه شويه، ديما مغرومه بالرياضيات والعلوم، المغرومين حتى في السيونس حتى شويه حاجه بيها ان فيت. حتى مع القرايه ديما تحاولك تكتشف، تقرا معلومات، تتابع هذوك حاجات بين، تدخل في ديزاسوسياسيون، تشارك في مشاريع، هذوك حاجات بين خاطر يعاونوك من بعد. بعديك عملت كي بريباراتوار سيكل رياضيات فيزياء، عديت كونكور ناسيونال نتاع تونس. الحمد لله يا ربي ما تعذب بالكدا، ودخلت في نتاع الكورسوس سبيسيال هو ما بين لينيت نتاع تونس وما بين لينستا باريتيك، وما بين زوج جامعات نتاع هندسة جينيراليست نتاع سبيسياليتي اللي تحب. جو مي سوي سبيسياليزي في النمذجة، نعمل دي موديل كنقولوا احنا بالفرنسي، وتعمل سيمولاسيون نيميريك. معناتها عندك حاجه حقيقيه تحاول تعملها نموذج يحاول يقرب شوي يقرب للحقيقه بالضبط عن طريق رياضيات. دي زيكواسيون كما نقولوا احنا رياضيات، نحن معادلات رياضيه، نحاولوا نعملوا نموذج باش يفسر لنا هذيك الحاله في الفيزياء اللي نشوفوها. وانا فيكو انا مغرومه بالسباسيال، حاول ديما نوجه روحي لحاجات. شو معناتها انسان مغروم بالسباسيال؟ مغروم بالكوره نفهموه، مغروم بالموسيقى نفهموه. مغروم بالسباسيال مثلا ملي انا صغيره كنت هيش نحب نفهم شنو وراها النجوم اللي نشوف فيهم كل الليل. ملي انا صغيره ديما نفكر، حتى امي ديما تقولي بنتي يزي شو معناتها تبدا قاعده تغزل السماء، ما بعد السماء ما بعد النجوم. بالضبط نحب نفهم علاش السماء هذيك وشنو. في عمر صغير وقتها؟ في عمر صغير صحيح، وكنت ديما نحب نفهم، كنت نفكر حتى كنت صغيره فاش نعمل قولي امي نحب نصنع التلسكوب باش نحاول نفهم النار نتفرج عليهم.
وتفهم في الكواكب وقتها و... أي كنت ديما حتى الصغار طوالي يسمعوا فيها، كنت معرض الكتاب كل عام نستنى في أمي باش تهزني هيك الموسوعة متاع الكتاب متاع الكواكب، كنت نفرح بها برشا، كنت نستنى نقرأ نستنى في أمي وقتش يجي معرض الكتاب باش نمشي نرى هيك الموسوعة باش نقرأ ونكتشف شو فما جديد، شو فما فيك الكواكب، معلومات على كل كوكب، شو كان النجم، شنو هي خاصية النجم، شنو هي الفرق بين النجم والكواكب، معلومات أخرى مالوغوزمون بالحق ما كناش نجمو نشوفوهم فيك الوقت في القراية. سورتو وقتها نتصور ما ثماش انترنت، كل شيء كتب كل شيء قصص، ما كانش فما انترنت، كنت الكتاب تقراك تستنى فيه حاجه كبيره كبيره برشا، وتوا الفرصه كبيره برشا معناتها الصغار في تونس عندكم انترنت، معناتها الانترنت هذيك حلت بيبان، معناتها تكتب اي حاجه تنجم تحاول غير انت قول نحب بركة وحاول كل شيء ممكن راهو. صبري معناتها كل شيء يبدا بغرامه. صحيح نعم كلامك صحيح، كل شيء معناتها يبدا ما ونحب نوضح روا برشا توانسه يخدموا في الفضاء راهو في صحيح، هو برشا توانسه نجم نذكر مثلا سلمى ثم محمد عبيد، خاطر محمد عبيد زاد يخدم على لا ميم ميسيون تاع سلمى، ثم فتحي كروية قرويه، ثم نور الدين روافي من تالا، ومعناها وعندهم دي بوزيسيون باهيين، معناها السباسيال معناها تونس معناها ممثله بالكدا في السباسيال و وفما معناتها عديد التوانسه، معناتها يمكن اسم محمد عبيد هو اللي قاعد يدور برشا، معناتها محمد عبيد خاطر الناس تعرفه وهو معناه انسان طيب ياسر، والناس كلنا نعرفوا بعضنا، معناها اللي يخدموا في سبيسيال الكل براتيكمون الناس الكل تعرف بعضها، واي واحد معناها يخدم في الدومين ويتكونتاكتيه معناها ديما يرجع ويرجع ويعطيك دي زانفورماسيون، داير سلمى هي مثلا تخدم على الاله نتاع الانسايت، ومحمد عبيد خدم على اللندر معناها لا تري سول باش يهبط على مارس، معناها سي تري كومبليمونتير، وهذول باش يتقابلوا بيانتو ان شاء الله ان شاء الله. هذا باش نحكيوا عليه شويه اخر، باش نحكيوا على معناتها الميسيون هذيا وتحكي عليها برشا سورتو على الانترنت، معناتها فما برشا عباد فهمت، فما برشا عباد ما فهمتش، فما عباد تقول الحقيقه مش حقيقه الحكايه دونك هذا الكل باش نحكيوا عليه شويه اخر. خلينا نكمل معاك في دقيقتين قبل ما نمشيوا للاخبار. مرحله فرنسا شنو قريت بالضبط، شنو سبيسياليتي، فاش تميزت خليك تكون انت من الاولانيين؟ اللي ميزني بارابور معناتها مهندس عادي مثلا في فرنسا، اني حتى مع القرايه نتاعي كنت نشارك في مسابقات نتاع علميه نتاع دي روبو دي كومبيتيسيون، مثلا في اخر مسابقه نتاع نازا معناتها سبيس اب تشالنج في فرنسا، معناتها تعمل فكره باش تحاول تحل مشكل مقترح من وكالة الفضاء الأمريكية، والحمد لله معناتها الجروب نتاعنا اللي تي سيليكسيوني بروميير نومينيا على انترناسيونال معناتها لولانين دونك واللي يحب مغرومين يحبوا يعرفوا سي بيان ولا ان شاء الله مبروك معناتها يعطيك الصحة بالحق. قداش عندها هذايا معناتها؟ عندها اخر في اكتوبر، في فان اكتوبر. توا ديجا توا انا بيني صافي واحد نساهم تلمو خذيت جوازة بارامون سيت برشا حاجة يعطيك الصحة. قول لي انت حكيت بالجروب، اش معناتها معناتها الجروب معناتها مش وحدك معك جروب، معناتها الجائزة تاخذوها جروب كامل من جروب مختلف الجنسيات؟ هي نفسر هي المسابقة خاصة شوية، نجيو مهندسين حتى من مخلطين كلنا مع بعضنا، نجيو في هذيك المسابقة متاع في ويكاند، في ويكاند نتلاقاو وعندنا فكرة معناتها في موضوع نحبوا نحاولوا نحلوه، يلمدونا جروب معناتها نحاولوا نلقاو هذيك الفكرة، فهذيك الجروب معناتها قداش فيه العدد؟ ستة من الناس من مختلف الجنسيات دونك من مختلف الجنسيات والاختصاصات والاختصاصات صحيح. معنا مثلا واحد مهندس فينانس نتاع في بنكة العلاقة بالفضاء لا في علاقة كبيرة التمويل كله هو صحيح مش كوتي تكنيك تحكي ولا تكنيك نقصد ولا كوتي تكنيك ما أقول شنو ما مهندس نتاع فينانس أما بورتون مغروم إنسان مغروم جاي حاب يعرف مغروم بالفضاء قال لي دي فرصة وتحسه بالحق اللي موتيفي مش مع ديجا هذا حتى ميساج اللي حتى وكان ما عندك حتى علاقه بالفضاء ومازال ولا حتى حاجه اخرى حلمك انت لو توتي تنجم توصل لها. قداش قعدت الفتره نتاع القرايه في فرنسا؟ قداش هو كورسوس اون باراليل معناتها عام ثلاثة سنين، عام ونص عملته هوني في لينيت وعام ونص في الانستا
فوالا عملت ماستر زاد اون باراليل ممكن هكا زدت بحث شويه عام غادي. والتميز هذايا معناتها برشا تعب فيه باش توصل باش توصل له ولا ولا هي معناتها شنو نوعيه التضحيات اللي تنجم انسان معناتها يعملهم ويصيروا عليه وقت اللي هو معناتها في بلاصه كيما في بلاصتك انت؟ ديجا اول حاجه الوقت والعائله معناتها اكبر تضحيه بالحق واحد جاء او ضحى بعد على عائلته والاحباب وكل والاوقات جاء حتى اصحابي معناتها سلمى وينك وكل صدقني ليه ما تعيشش كيما العباد ما نعيش كيما العباد فوالا ما كان الوقت والراحه بالحق الواحد يتعب يعطي من وقته بالحق باش توصلك الحاجه ماهيش باش تجيك خبزه بارده اذا يستحي ماهيش باش تجي ديريك لازم تضحي ولازم تعطي من وقتك باش توصل لها. واضح شويه خر عندكم موعد مع اخبار لحتى تاع الصباح ونرجع نحكيو مع صبري مكاوي وسلمى